اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نحييكم ولكم اجمل تحيه من بطوله نادي الصيد الروسية باسم المغفور له بالله تعالى الشيخ صباح السالم. الصباح طيب الله ترى لهذه البطوله المميزه التي نشاهدها ونستمتع كذلك ايضا بدور المتسابقين من جميع الاتحادات والانديه الرياضيه. مشاهدينا خلكم ويانا. سرعة الحصان: تتراوح سرعة الحصان من 60 إلى 75 كيلو في الساعة، وكانت أعلى سرعة حصان تم تسجيلها في سباقات الخيل قد وصلت إلى 70.76 كيلو متر في الساعة، أي ما يعادل 43.97 ميلا في الساعة، وكانت تلك السرعة قد حققها الحصان المسمى وينينج برو على يد المدرب فرانسيس فيتالي في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء مضمار السباق الوطني الذي تم تدشينه في مدينة بنسلفانيا في 14 مايو 2008، وقد كان عمر الحصان حينها عامين فقط، وكان هذا الحصان من فصيلة خيلية تسمى ثوروبريد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذه المتابعه والمشاركه ايضا، ونتابع الان راكان الحساويدي ينطلق بشكل رائع ومميز لبطوله المغفور له بالله تعالى الشيخ سالم صباح السالم طيب الله ثراه. ومتابع الان لراكان الحساوي في مشاركته الان في هذه التحديات، وكذلك ايضا في بداية هذا المشوار، وأول المشاركين طبعا معي ركان الحساوي في هذه الجولة. التنافس أيضا على هذا الارتفاع في متر وعشرة، وكذلك أيضا مشاركته لمثل هذه البطولة، وأيضا يحق حقيقة لجميع فرساننا وفارساتنا المشاركة بجواد وجوادين وثلاث أيضا في مثل هذه البطولة. كما نتابع ركان الحساوي لينطلق بشكل رائع ومميز على تنافس أيضا أخوي، وكذلك أيضا مشوق حقيقة لمثل هذه البطولات. كما نتابع مونيك فان هارس. مونيك أيضا في مشاركتها هذه أيضا الفارسة من أحد الدول الصديقة، وكذلك أيضا مقيمة في دولة الكويت، وتتابع أيضا بطولات ومشاركتها في جميع بطولات دولة الكويت. الآن نحدثكم من نادي الصيد والفروسية لهذه البطولة، بطولة المغفور له بالله تعالى الشيخ سالم صباح السالم الصباح طيب الله ثراه، على دعم للشيخة بارعة الصباح، وهي الفارسة الأولى في دولة الكويت في أيضا أوائل وأواخر السبعينيات في مشاركتها ودعمها أيضا لهذه البطولة التاريخية التي دائما تقيم في دولة الكويت، ومشاركة مميزة نتابعها من جميع أيضا فرساننا وفارساتنا على ما قدموا وأبدعوا في دورهم واهتمامهم في مثل هذه المشاركة ونجاح هذه البطولة في جميع التحديات. محمد العتيبي
أيضا يشارك الآن محمد العتيبي، وكذلك أيضا انطلاقته سريعة كما يبدو على تنافسهم أيضا في دوري النقاط، وتنافسهم أيضا على التايم، ومن أسرع الوقت أيضا في هذه المشاركة، ونجاح أيضا بطولاتنا التي دائما تعودنا في جميع حقيقة ما يقدمون في مثل هذا المستوى الطيب والناجح لهذا الدور الكبير، وكذلك أيضا التنافس على مثل هذه المشاركة، وكذلك أيضا مشاركتهم لهذا الدور وهذا النجاح، والتواصل على ما قدموا وأبدعوا في نجاحهم ومشاركتهم على هذه البطولة. وكما يبدو نشاهد ونستمتع أيضا من جميع فرساننا وفارساتنا في بطولات تقدم حقيقة المستوى الطيب. نتابع الآن بالفعل أخوي طبعا محمد أو حمد العتيبي، حمد العتيبي أيضا لديه امتناع بيسجل، لديه 4 أخطاء يعني من غير أيضا وقوع الحواجز، لكن نشاهد أيضا هذه الامتناع، هو يسجل لديه 4 أخطاء حمد العتيبي، ويعني امتناع الثاني خلاص ما في مجال يا حمد، شكرا لك. وأيضا داود العبيان يشارك الآن، داود العبيان يشارك وينطلق بشكل رائع ومميز، داود العبيان كما نتابع أيضا مشاركته على ارتفاع 10 متر لهذا التنافس الأخوي ما بين جميع فرساننا وفارساتنا على مشاركتهم لهذه البطولة. بطولة المغفور له بالله تعالى الشيخ سالم صباح السالم، الصباح طيب الله تراه، ومقدم حقيقة هذا الدعم المادي والمعنوي والحضور الشخصي للشيخة بارعة الصباح والفارسة الأولى في أواخر السبعينيات، واليوم تتواصل أيضا على هذا الدعم الكبير والنجاح والتواصل لجميع بطولات قفز الحواجز. داود العبيان يشارك ولديه امتناع الآن، يعني أنا مستغرب حقيقة من الفرسان، لابد أن هناك في امتناع، لابد أن هناك في وقوع حواجز، أرجو الانتباه جدا جدا، يعني ما أعطي الحصان مجال أنه أتراخى معه أو أني أقط مصاريعه وريح الحصان، لابد أنك تحركه في كعب رجلك وتحركه كذلك في الكرباج اللي بيدك، وكذلك أيضا المصاريع تبدل ما بينهم، يبدل بيد اليمين أو بدل بيد اليسار، يعني هذه شغلات يعني ذكاء وتكتيك من الفارس والفارسة أيضا لعدم الخسارة. طبعا الآن مشعل الهزيم معاي، مشعل الهزيم قبل شوي داود العبيان، الآن مشعل الهزيم، هذا مشعل الهزيم في مشاركته الآن في هذه الجولة ومتابعته الآن لمشعل، مشعل الهزيم على منافسته الآن لهذه البطولة. وبالفعل الآن لدي ضاري الحميدان، ضاري يعني مشعل هزيم ممتنع غير مشارك، ضاري الحميدان، هذا ضاري الحميدان ينطلق بشكل رائع ومميز أيضا لدى هذه البطولة. ضاري الحميدان أيضا لديه صولات وجولات حقيقة في العام الماضي، وكذلك أيضا في بداية موسمنا الجديد موسم 2017-18، وكذلك أيضا على هذا التحدي والمشاركة من جميع هذه البطولات، وكذلك أيضا من جميع أيضا فرساننا وفارساتنا على ما قدموا وأبدعوا في دورهم واهتمامهم أيضا في مثل هذه البطولة الناجحة والمميزة والسنوية، كذلك أيضا بطولة المغفور له بالله تعالى الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله تراه. وكما نتابع أيضا مشاركة ضاري حميدان المطيري، وأيضا تنافس حقيقة لدى فرساننا وفارساتنا على ما قدموا وأبدعوا في دورهم واهتمامهم أيضا في مثل هذه البطولات التي دائما يشارك حقيقة فرساننا. نتابع الآن عبد الله العجيل، هذا عبد الله العجيل ينطلق بشكل رائع، عبد الله العجيل كما نتابع عبد الله العجيل لمشاركته في هذه الجولة وفي هذه البطولة والتنافس أيضا على هذا الدور الكبير، و
النجاح والتواصل لجميع فرساننا وفارساتنا في ما قدموا حقيقة ومشاركتهم لمثل هذه البطولة. هذا عبد الله العتيل أيضا لديه حقيقة مستوى طيب وناجح في الأعوام الماضية، واليوم أيضا يشارك وينجز حقيقة في دورة في هذه البطولة، والكل حقيقة ملتزم في جميع الحصص الرياضية التي دائما تكون في تدريب بشكل يومي وأسبوعي، وهناك أيضا البطولات الأخرى التي دائما تعودنا حقيقة بنجاح وتطور لجميع فرساننا وفارساتنا. بالفعل قدم عبد الله العجيل مستوى طيب، الآن يلحق طبعا على الوقت اللي يكون من صالحه في هذه المشاركة. زين العلي، هذه زين العلي الآن تشارك. زين العلي تنطلق بشكل رائع ونشاهدها الآن بالفعل منذ براعم الصقار، أيضا كانت صغيرة زينة العلي اليوم ما شاء الله تبدأ حقيقة في مشاركتها في هذه البطولة، وكما يبدو أيضا سريعة حقيقة وبعجالة تقدم جولتها النظيفة إن شاء الله بدون أخطاء في هذا المستوى الطيب لجميع فرساننا وفارساتنا على مشاركتهم وعلى نجاحهم في جميع البطولات، وكذلك أيضا جميع ما يقدمون حقيقة هذا النجاح وهذه البطولة في هذا المستوى المتقدم أيضا لفرساننا وفارساتنا في مشاركتهم. زين العلي كما نتابعها الآن في هذه الانطلاقة السريعة، بسم الله ما شاء الله زين العلي حتى الآن مستواها طيب ومتقدم في هذه الجولة، وكما نتابع أيضا مشاركتها في هذا المستوى الناجح، وكذلك أيضا متقدمة حقيقة في جميع أيضا الوسط الرياضي للفروسية، وكذلك أيضا مشاركتها في هذه الجولة. أيضا زينب بهمن، هذه زينب بهمن تشارك. زينب بهمن الآن لتنطلق بمشاركتها. زينب بهمن وأول الأخطاء معها أيضا لهذه الجولة. زينب بهمن تشارك الآن وتنطلق بشكل رائع ومميز أيضا في بطولتها، لكن كما يبدو الامتناع أو تقدم الانسحاب أو تعيد أيضا جولتها في هذه البطولة. وكما نتابع أيضا زينب بهمن تشارك الآن في هذه الجولة وأيضا تعيد حقيقة حسبتها وأوراقها لمشاركتها. قبل شوي زينة العلي، الآن زينب بهمن في هذه الانطلاقة، وكذلك أيضا التحدي ما بين جميع فرساننا وفارساتنا. ومشاركة أيضا للفارس عبد الله العوضي الآن يشارك في هذه الجولة لارتفاع 1.10 متر، وانطلاقة أيضا مميزة نتابعها أيضا من جميع فرساننا وفارساتنا في هذه البطولة. وهذا عبد الله العوضي ليشارك أيضا في هذا التحدي ما بين جميع فرساننا، الآن يشارك وينطلق بشكل رائع حتى الآن. عبد الله العوضي لديه حقيقة باع طويل في مجال الفروسي للقفز الحواجز تقريبا أكثر من 20 سنة حتى الآن في مشاركة عبد الله العوضي للفروسية، وكذلك أيضا مشاركته ونجاحه أيضا في مثل هذه البطولة، وانطلاقته أيضا مميزة
لجميع فرساننا وفارساتنا في مشاركتهم، وأتمنى إن شاء الله يا رب التوفيق. عبد الله العوضي لينطلق بشكل رائع ومميز أيضا في دورته واهتمامه في جميع بطولاته، وكذلك أيضا تدريبات اليومية والأسبوعية في جميع البطولات. عبد الله العوضي متقدم حقيقة وناجح في مجال الفروسية، وكذلك أيضا ملتزم أكثر من 21 عام في تواصل ونجاح وتقدم في جميع بطولاته. عبد الله العوضي هناك أيضا لديه حقيقة من الصبر والتأني في مشاركته في هذه البطولة، وكذلك أيضا نجاحه في مجال الفروسية للقفز على الحواجز، وبالفعل أنهى هذه الجولة بدون أخطاء، جولة نظيفة بالفعل، كما نتابع أيضا هذا النجاح والتواصل من جميع بطولاتنا لبطولات القفز الحواجز في نادي الصيد والفروسية، اللي أيضا نقلة نوعية نشاهدها من جميع فرساننا وفارساتنا على دورهم واهتمامهم في جميع البطولات التي دائما تحقق هذا النجاح وتحقق أيضا هذه المشاركة. وهذا طبعا شملان الشملان، هذا شملان الشملان لمشاركته الآن في هذه الجولة، وكذلك أيضا متابعة شملان الشملان هذا الفارس أيضا منذ الصغر حقيقة في مشاركته، واليوم نشاهد حقيقة أبناء وأسر حقيقة هذه الكوكبة من فرساننا وفارساتنا بتشجيعهم لمثل هذه البطولات، وكذلك أيضا مشاركتهم على جميع أيضا بطولاتهم ومشارك. شملان الشملان ينطلق انطلاقة سريعة بيلحق على الوقت، يبي رقم قياسي بالفعل، هذا يعجبني الفارس أيضا اللي دائما ينطلق بشكل سريع لكن بالفعل يكون راكد أيضا في مجال قفزه بدون أخطاء، لكن بالفعل أنا دائما أحب اللي ينطلق بانطلاقة سريعة ويعود حصانه، يعود نفسه على السرعة يعني جولته تكون نظيفة بدون أخطاء، يعني ما تكون عجالة ووقوع حواجز، لا هذه ما نبيها، لكن بالفعل نتمنى أيضا السلامة لهم، لكن انطلاقة سريعة. وكذلك أيضا متابعة الفارس عبد الله اللغمان، هذا عبد الله اللغمان يشارك الآن بعد ما انتهينا أيضا من شملان الشملان. عبد الله اللغمان الآن ينطلق بانطلاقة موفقة في أول الحواجز، ثاني الحواجز بكل هدوء وسلام في مشاركته الآن، وكما يبدو علي الخافي، علي نعم علي وليس عبد الله، عبد الله مو موجود هذا علي الخرافي، علي الخرافي يشارك الآن في هذه الجولة وانطلاقة موفقة لجميع فرساننا وفارساتنا أيضا في بطولاتهم. علي الإخرافي، علي الإخرافي غني عن التعريف في إنجازاته سواء كان في الكويت أو خارج دولة الكويت. علي الإخرافي وانطلاقة موفقة حتى لا لديه أربعة أخطاء، لديه أربعة أخطاء فقط، ويشارك الآن ويكمل مشواره علي الإخرافي، وكما نتابع انطلاقة موفقة في هذه الحواجز الأخيرة الآن لعلي الخرافي، وبالفعل قفزة موفقة لآخر الحواجز علي الخرافي. كما نتابع الآن دلال الشرهان، هذه دلال الشرهان، دلال الشرهان تشارك الآن في هذه الجولة وبارتفاع متر عشرة وقفزة موفقة، وكانت صعبة اللي كما يبدو أن كان يقع حقيقة الحاجز، لكن بالفعل جواد أيضا مميز حقيقة، لكن هناك الامتناع هذا من أيضا نقدر نقول من دلال، لابد أن يكون هناك انطلاقة سريعة أو أسرع من الأول اللي هي فيه بالفعل لدلال الشرهان، هذه دلال وقفزة موفقة. يا دلال لابد أن تحركين جواد شوي أسرع من كذي أساس يقفز بشكل رائع ولا يكون فيه الحصان خوف ولا يخرب طبع الحصان، هذا الأهم، لأن بعض الخيل ملك للنادي، وأتمنى أيضا التوفيق والسلامة للجميع في مشاركة دلال الشرهان
لا بالفعل اليوم ويوم دلال بوقوع حاجزين وامتناع، ولديها الآن 12 خطأ. بالفعل الآن كما يبدو بمشاركة دلال وانسحابها الآن من هذه المجموعة فهد المسعود. فهد المسعود يشارك الآن في شعار العنابي. هذا فهد المسعود. فهد المسعود يشارك الآن في هذه المشاركة والانطلاقة أيضا والشعار العنابي. وفهد المسعود بالفعل انطلاقة ناجحة ومميزة لجميع فرساننا. فهد المسعود انطلاقة موفقة، لديه خطأ واحد فقط لكن السجل بأربعة. كل حاجز أربع أخطاء، معروفة هذه. كل حاجز أربع أخطاء، الامتناع أربع أخطاء، الامتناع الثاني أربع أخطاء، وتم الاستبعاد. هذا بالفعل الحصيلة. لكن الآن نادية المطوع، نادية الفارسة الغديرة في أوائل الثمانينات، في أوائل الثمانينات نادية المطوع تشارك الآن في مشاركتها لهذه البطولة ولهذه الجولة. هذه نادية المطوع، أحد مؤسسي نادي الصيد والفروسية لبطولات القفز الحواجز وأيضا مشاركتها لهذه البطولة. وانطلاقة أيضا موفقة في هذه الجولة وأيضا متابعتها لنجاح وتقدم جميع أيضا مستواها الناجح. هذه نادية لديها حقيقة من الإنجاز ومن التاريخ المشرف لبطولات قفز الحواجز، سواء كان في دولة الكويت أو في مشاركاتها في مملكة البحرين وتمثل شعار دولة الكويت الحبيبة. هذه نادية المطوع بالفعل مشاركة ناجحة. روان إدريس، روان إدريس الآن تنطلق. روان بشكل سريع، بسم الله ما شاء الله. روان إدريس تنطلق بشكل رائع ومتابعتها الآن لهذه الجولة ومشاركتها أيضا على هذا النجاح. روان إدريس تنطلق بشكل رائع ومميز لهذه البطولة وبالفعل قفزة موفقة حتى الآن روان إدريس، وبسم الله ما شاء الله ناجحة أيضا على هذا المستوى المتقدم لروان إدريس. لا زالت أيضا متواصلة على هذه البطولة الناجحة أيضا. وكما نتابع لهذه المستوى حقيقة المتقدم ما بين فرساننا وفارساتنا أيضا لروان إدريس، لا زالت أيضا نشطة حقيقة في هذه الجولة. جولتها نظيفة بدون أخطاء بارتفاع 1.10 متر. بالفعل الآن عبد الله القطان هذا عبد الله القطان يشارك أيضا. عبد الله في مشاركته لارتفاع 1.10 متر، وهذا أيضا حاجز دبل تريبل. وكما الآن نشاهد انطلاقة سريعة لعبد الله القطان وبالفعل قفزة موفقة. سلام عليك يا عبد الله. عبد الله القطان يشارك الآن وكذلك أيضا في انطلاقته للحاجز الخامس، وبالفعل ارتفاع 1.10 متر ليس بسهل أيضا على الخيول المشاركة، بل صعب أيضا. ولا زال في الحاجز السادس والسابع وقفزة موفقة بسم الله ما شاء الله. عبد الله القطان لا زال متقدم وناجح أيضا، لكن بالفعل الآن وقوع أول حواجز لديه عبد الله القطان وقفزة موفقة أيضا لهذا الحاجز. لكن أيس عبد الله خلاص طاح عند الحاجز. We'll be right back.
انطلاقة موفقة مشاهدينا الكرام، اللي بالفعل سعد المرزوق يشارك الآن في هذه المشاركة لمتابعة الآن سعد المرزوق، وانطلاقة موفقة لجميع فرساننا وفارساتنا أيضا في مشاركتهم ونجاحهم أيضا في مثل هذه البطولة، وكذلك أيضا متابعتهم لجميع بطولاتنا الرياضية. أتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع ومشاركتهم أيضا في هذه الجولة، وكذلك أيضا متابعتهم لجميع بطولاتنا ومشاركتهم أيضا في هذا المستوى المتقدم. وسعد المرزوق ليشارك الآن وينطلق في جميع مشاركاته وأيضا تحدياته لجميع البطولات، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع ومشاركة ناجحة لهذه الجولة. سعد المرزوق كما نتابع الآن لينطلق بشكل رائع ومميز. سعد المرزوق ليحقق أيضا نجاح في تركض ما بين كل حاجز وحاجز، لنتابع الفارس سعد المرزوق وآخر الحواجز معه وانتهاء الوقت أيضا لديه في هذه المشاركة، وانتظار الفارسة هلا الملة. هذه الفارسة هلا الملة تشارك الآن، وانطلاقة موفقة للفارسة هلا الملة، وبالفعل تنطلق بشكل رائع لهذه الجولة ومتابعتها أيضا، وبالفعل قفزة موفقة لهلا الملة. بالفعل لديها أيضا مشاركات عديدة هذه الفارسة، لكن الآن وقوع أول حواجز لديها في هذه الجولة ومتابعتها أيضا، وقفزة موفقة حتى الآن لديها 4 أخطاء تسجل لصالحها ولرصيدها أيضا في هذه الانطلاقة، لكن بالفعل اللي دائما يعني حافظ على عدم وقوع أي حاجز أو حاجز واحد فقط، يعني ما في أي مشكلة، لكن في بعضهم يعني عند الوقت يعني يسعفها في مثل هذه المشاركة. كما نتابع أيضا أسامة، هذا الفارس أسامة يشارك الآن، أسامة الخضراء. أسامة الخضراء طبعا أسامة الخضراء يعني أحد أيضا كابتن منتخب نادي الصيد سابقا، أيضا بالفعل هذا الكابتن لمنتخب نادي الصيد السابق، واليوم أيضا يشارك في مثل هذه الجولة وكذلك أيضا متابعته، وبالفعل نقدر نقول عودة حميدة للفارس أسامة الخضراء للركوب وأيضا لمشاركاته للبطولات. وأسامة الخضراء يعني معروف تقريبا الآن أكثر من 22 أو 23 سنة في مشاركاته وبطولاته أيضا قفز الحواجز ومتابعته أيضا لمثل هذه البطولة. هذا أسامة الخضراء وبالفعل مشاركة ناجحة ومميزة بالفعل، يعني هاللفة هذه اللي خذاها أسامة يعني من الصعب أيضا فرسان يعني في بطء ياخذها ويقفز. بالفعل قواك الله أيضا ممثل منتخب نادي الصيد الفروسية السابق. والآن فيصل عيسى، هذا فيصل عيسى يشارك الآن في مشاركته لهذه البطولة، وقفزة موفقة للفارس فيصل العيسى. فيصل العيسى يشارك الآن في هذه المتابعة، ونجاح أيضا جميع فرساننا وفارساتنا أيضا في مشاركتهم. حتى الآن جولة نظيفة بدون أخطاء للفارس فيصل العيسى لينطلق بشكل رائع ومميز أيضا في متابعته ومشاركته أيضا لهذه الجولة، جولة نظيفة بدون أخطاء. وكما نتابع الآن لهذه المشاركة،
ونجاح جميع بطولاتنا المحلية. ونشاهد الآن ونستمتع كذلك أيضا في دور انطلاقة فيصل عيسى وقفزة موفقة فيصل، ما شاء الله عليه، أيضا متمكن حقيقة في أدائه وقفزة أيضا السريع للحاجز الأخير لفيصل عيسى الآن وبعد ناصر العكشان. بالفعل فيصل عيسى وقوع حاجز واحد فقط، هذا طبعا ناصر العكشان كما نتابع ناصر العكشان في هذه المشاركة كما يبدو عن نازل عن ناز وليس ناصر العكشان. ناصر العكشان ليس مشارك في هذه الجولة. عن ناز لانطلاقته في هذه الجولة وقفزة موفقة الآن في هذه البطولة. عن ناز أيضا منذ الصغر كان حقيقة من الأطفال البراعم الصغار في عمر 6-7 سنوات، والآن ما شاء الله عليه تقريبا عمر 17-18 سنة، ومشاركته الآن لهذه البطولة عن ناز لينطلق بشكل رائع ومميز. يوسف العيمي غني عن التعريف. يوسف وقفزة موفقة يوسف أيضا في مشاركته لهذه الجولة وقفزة موفقة لحاجز دبل. وكما نتابع الآن مشاركته لهذه الجولة والانطلاقة أيضا ليوسف العيمي، والآن وقوع حاجز لدى يوسف العيمي في هذه الجولة وقفزة موفقة. وهناك أيضا مشاركة ركان الحساوي. هذا ركان الحساوي لينطلق بشكل رائع، وركان طبعا يشارك بجواده الثاني في هذه البطولة. ركان الحساوي قفزة موفقة يا ركان، حاول أيضا ركان في محاولته في جواده رقم 1، لكن الآن في جواده رقم 2، ما بينه وبين إحصان هذا تقريبا 10 أو 15 فارس وفارسة في مشاركتهم. الآن ينطلق بشكل رائع، يبي يكسب، يبي يحاول أيضا أن يحقق المركز الأول في جواده الثاني ركان الحساوي. كما نتابع الكل حقيقة يطمح بالنجاح، بدأ الآن ينطلق بطلاقة سريعة. الله يا سلام عليك يا ركان الحساوي، هذا ركان ينطلق بشكل رائع ومميز. بدأ الآن يستعجل بالوقت، ركان بدأ حقيقة يحرك وقته في مثل هذه البطولة. ومتابعته الآن لهذه الجولة والحاجز الأخير، يا ركان الحساوي استعجل على الوقت وجولة نظيفة بدون أخطاء. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا ركان. مونيك فان هارست، هذه طبعا الفارسة مونيك فان هارست أحد طبعا المشاركات. أحد المشاركات من الدول الصديقة، تكلمنا عنها في المرحلة الأولى من فرسالنا، مجموعة طبعا كانت رقم 3 هي أو 2، لكن بالفعل أيضا في مشاركتها في ومقيمة أيضا في دولة الكويت مونيك فان هارست، تشارك أيضا في مثل هذه البطولة. ومتابعتها أيضا لمثل هذه البطولة ونجاح جميع بطولاتنا لبطولات قفز الحواجز، لنستمتع أيضا معكم في مثل هذه المشاركة مع مونيك فان هارست أيضا تشارك وتنطلق بشكل رائع. هذه مونيك الآن تشارك بالفعل وتنطلق بشكل رائع ومميز لجميع بطولاتنا ومشاركة جميع فرساننا وفارساتنا على ما قدموا حقيقة من جميع هذه المستويات التي نشاهدها ونستمتع كذلك أيضا في دور هذه البطولة.
والتحدي ما بين جميع فرساننا وفارساتنا في مشاركتهم ونجاحهم أيضا على هذا التقدم وعلى الإصرار والعزيمة حقيقة ما بين جميع فرساننا وفارساتنا في هذه الجولة. وانطلاقة موفقة الآن لهذه الفارسة مسك المرشود. مسك المرشود الآن تنطلق بشكل رائع ومميز أيضا لهذه الفارسة من البراعم الصقار. مسك المرشود تنطلق بشكل رائع أيضا لهذه البطولة وكذلك أيضا مشاركتها لجميع فرساننا وفارساتنا. مسك الآن نتابعها وكذلك أيضا بدقة من جميع الفرسان والفارسات على هذه الجولة وكذلك أيضا المشاركة والنجاح والتطور من جميع فرساننا وفارساتنا في أداء دورهم ومهمتهم لهذه البطولة ونجاح هذه البطولة وكذلك أيضا الاستمتاع من جميع فرساننا. مسك المرشود الآن بالفعل لديها خطأ وأول أخطاء لديها ولكن بالفعل الآن معاي عبد الله حمادة، هذا الفارس عبد الله حمادة. عبد الله حمادة يشارك في هذه الجولة والمشاركة أيضا لمحافظة على جميع فرساننا وفارساتنا. هذا عبد الله حمادة يشارك الآن في محافظة الفرسان والفارسات على أداء دورهم ومهمتهم في مثل هذه البطولات. هذا عبد الله حمادة الآن يشارك وتحدي أيضا جميع فرساننا وفارساتنا وبحضور أيضا سعادة الشيخة الفارسة بارعة الصباح في مشاركتها ومتابعتها أيضا من جميع بطولاتنا وبطولات القفز الحواجز وكذلك أيضا عبد الله حمادة الذي أيضا من الإنجازات في السابق. الآن طبعا مساعد شعيبي هذا مساعد الآن في هذه البطولة وهذا مساعد الآن ينطلق بشكل رائع ومساعد طبعا من الفرسان القدامى أيضا منذ الصغر واليوم ما شاء الله في متابعته وحرصه أيضا على هذه البطولة. هذا مساعد لينطلق بشكل رائع ومميز لجميع فرساننا وفارساتنا في مشاركتهم. مساعد الشعيبي ينطلق بشكل رائع بجواده أيضا في هذه البطولة والاستمتاع في مثل هذه البطولة ونجاح هذه البطولة لجميع تاريخ الفروسية لبطولة المغفور له بالله تعالى الشيخ سالم صباح السالم الصباح طيب الله ثراه ومشاركة أيضا من مساعد الشعيبي لنتابع الآن في هذه الجولة. جولة نظيفة حتى الآن لمساعد الشعيبي في محافظة أيضا على هذه الجولة بدون أخطاء بارتفاع 1.10 متر. بدأ الآن يحاول وكذلك يقلص من الوقت من المسافات واستعجال أيضا ما بين هذه المسافات في هذه المتابعة لفرساننا وفارساتنا. عبد الله الشعيبي بدأ الآن ينهي هذه المشاركة ومساعد الشعيبي بالفعل والف مبروك. أحمد الحميدي الآن
هذا أحمد الحميدي الآن يشارك في هذه الجولة ومتابعته أيضا وحرصه على هذه الانطلاقة من أجواء الفروسية، وكذلك أيضا المتابعة لجميع المشاركين على أداء دورهم ومهمتهم في جميع بطولاتنا، بطولات القفز الحواجز، وعلى هذا المستوى الناجح من جميع فرساننا وفارساتنا في مشاركتهم ونجاحهم أيضا في هذه البطولة. أحمد الحميدي بدأ الآن يخطط، لكن هناك جوادة فيه شوي، يعني شراسة ونرفزة بالفعل، في نرفزة طبعا في هذه الجولة. مشاهدينا الكرام، تواصلنا وياكم اليوم لجميع فرساننا في المشاركه الحلوه، نتعرف على اسمك. باري الحميدان. باري الحميدان فارسنا اليوم طبعا مشاركتك، لكن ما لعقنا عليك بهالمسابقه الحلوه. باري اليوم بطوله المغفور لابن تعالى الشيخ سالم صباح السالم بدعمه حقيقه لابن الوطن، وكذلك اليوم انجاله والورثه يتواصلون في هذا الدعم. الله يعطيهم العافيه على الدعم هذا، والله يغفر للشيخ سالم الصباح. بالفعل طبعا نتكلمنا طبعا باري عن البطولات وعن مستوى ايضا فرسان اليوم، ما شاء الله وصل عددهم في البطوله 221. ما شاء الله الكويت فيها فرسان واجد ومن الطراز الفاخر على قولتهم، وتبارك الرحمن يعني سنه عن سنه قاعد نشوف فرسان احسن من السنه اللي قبله وهالامور، والناس شادين حيلهم، الله يوفقهم. شد حيلك انت. الله كريم، الله يعطيك العافيه، ما قصرت. مشاهدينا الكرام، بطولة المغفور لو بإذن الله تعالى الشيخ سالم صباح السالم صباح طيب الله تراه. معي طبعا الفائز عبد الرحمن الفزيح، حياك الله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، حيا الله، حييكم وسلمك. طول عمرك عبد الرحمن الفزيح فارسنا اليوم، وكذلك ايضا بجهودك، كذلك ايضا بمساعدة اخوانك ايضا اللجان الفنية التي تعمل على قدم ونساق لنجاح مثل هذه البطولة. اليوم طبعا استعداد كبير من فرساننا للمنافسة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم احنا في رابع بطولات، رابع بطولة بدعم أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سالم صباح السالم الصباح في لموسم 2018-2017. هذه البطولة الثانية المدعومة في هذه هذا الموسم، وطبعا جميع الفرسان اليوم شفنا، اليوم عندنا 221 مشترك في هذا اليوم، وباكر عندنا إن شاء الله تقريبا هم من قريب 200 مشترك. طبعا رغبة الكل وانتظار الكل في لهذه البطولة، حماسهم، تجهيزاتهم اليوم أثمرت لبعض الفرسان بالنجاح وحصدوا مراكز متقدمة، وإحنا الحين باقي لنا شوطين على 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 نهاية هذا اليوم الأول، وطبعا والعيون كلها إن شاء الله على على باكر اللي هو يوم السبت بكرة إن شاء الله، من خلال العين على الجائزة الكبرى وعلى الجائزة الصغرى اللي هم أهم شوطين في البطولة، وطبعا ما يعني ما نقلل من أهمية باقي الأشواط اللي تختلف ارتفاعاتها وأنواعها هنا. يعني عبد الرحمن الفزيع ما شاء الله عليك أيضا وصل الآن عدد فرساننا وفارساتنا 221، بالفعل هذا هو الإنجاز الأكبر لانخراطهم حقيقة في هذه البطولات وكذلك أيضا في جميع الأندية الرياضية. اي نعم، احنا في هذا الموسم خلال الثلاث سنوات اللي فاتت يعني نشوف تزايد في عدد الفرسان والمشاركين، نشوف تزايد في عدد الخيل اللي قاعد تي سنويا كل صيف من اوروبا، في عدد كبير من الشباب يعني بدا يزيد اهتمامهم في هذه الرياضه، وقاعد نشوف انجازات طيبه محليه ودوليه في هذه الرياضه. الله تعالى عبد الرحمن الفزيع، شكرا لك. طلع كل الشكر لكم على تغطيتكم الإعلامية وعلى جهودكم، جزاكم الله خير.
الآن تتويج مشاهدينا الكرام في هذه الجولة وركان الحساوي على المركز الأول. ركان الحساوي ألف ألف مبروك على هذا الفوز والتتويج والمشاركة بهذه الجولة، مبروك بالفعل لحصولهم على هذه الجولة لبطولة المغفور له بالله تعالى الشيخ سالم صباح السالم الصباح طيب الله فراه في هذه البطولة. ركان الحساوي بدر الهيفي المركز الثاني، هذا بدر الهيفي المركز الثاني في مشاركته الآن في هذه البطولة ومتابعته الآن لنجاح هذه البطولة لبدر الهيفي، وألف مبروك على هذا الفوز. روان إدريس المركز الثاني، روان إدريس المركز الثالث عفوا، هذه روان إدريس المركز الثالث، روان إدريس حصولها على المركز الثالث ألف ألف مبروك على هذا الفوز والتتويج والمشاركة. وهناك أيضا دانا كما يبدو، دانا الآن على المركز الرابع، دانا مبروك كذلك أيضا في مشاركته. زين العلي المركز الخامس ألف ألف مبروك على هذه المشاركة والتتويج. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة المميزة بعد ما شاهدنا واستمتعنا كذلك أيضا في دور هذه البطولة والتحدي من جميع الأندية الرياضية، وكذلك أيضا بطولة المغفور لو بالله تعالى الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ترى على هذا الإنجاز والإبداع من الشيخة والفارسة بارع الصباح. مشاهدينا إلى اللقاء.